أخاف منه يا أخي، شكله مخيف. لكن أنا اليوم إن شاء الله بسوي اللي نبيه. وش ذا؟ ما عنده بلورات ذا ولا وش؟ وش من خبية ذا؟ وين خبية ذا جودر؟ شكله هنا. الأجهزة دي هي خبي الأجهزة أنا. شو؟ وش تجاهل؟ شو؟ جهاز التحكم بالمساعدين؟ والله وجات لحدك يا دبور. هذا كيف ينفكده؟ هذا كيف ينفكده؟ قال قال مساعديني. جهاز المساعدين. أهلا والله بالمساعدين، أحلى مساعدين الدبور، مهم مساعدين الجحدر. أنا ما عدت أتحمل كل هالمدة على الأرض وأقدر تجمع البلورات. أنا ما عدت أتحمل إني أعيش في هالأرض. كوكبنا وحشني كثير. قال الأرض قال والله أخذوا وقت أكثر مما يستاهلوا. الأرض لازم تتدمر، البلورات لازم ناخذها. معاونين مهمتنا كبيرة، ما في حاجة اسمها منافسات بعد اليوم. من اليوم ما في إلا بلورات فقط، ندورها في كل مكان، نقلب الدنيا فوق تحت. خلاص نحن عندنا مصادر للطاقة كل يوم قاعدة تنفذ، هنا متى بنتحمل؟ يلا يا اخي حاول تنصحهم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حالكم طيبين؟ هلا دبور، وينك يا اخي مختفي؟ صار لك كم ساعه ادورك. مشغول اشغال اعمال، مرتب محلي وارتب الامور عشان اطلع بحله جديده. الان اليوم لا احد يكلمني، ترى مشغول ترتيب محلي. زين ترى كت جاهزه صار لها 7 ساعات وانا ادورك من 7 ساعات. فضائي يستاهلها، خلي فضائي انا ما ابي خلاص. كيف 50 ريال خسران. الله يحفظك. كيفك يا دبور؟ الحمد لله بخير. كيف حالك؟ طيب الحمد لله. فضائي بس انت بلبور ينصح لا احرق الكيك، ترى امس حرق الكيك. طيب ما في مشكله. الحين انت جبت ادوات جديده، العاب جديده؟ هي ترتيبات، عندي ترتيبات وتحسينات الفتره هذه. خلاص اليوم لا تقرب ارجع ابى اشوف التحسينات اللي عندك. لا بعدين بالله، في واحد بيسوي مفاجاه للناس ترتيبات ويفك المحل كذا؟ لا، لازم اقفل المحل واكتب قدامه ذا سون. ايش سون؟ سون
سون يعني قريبا. آه. او او ان انا حسب تقول سون بصباح الحرف. الناس اذا فتحوا مطعم قبله يحطون سون. ايش تحسب كذا يعني؟ لا لا انت بصراحه شوف انت وبوري من لبسكم هذا اللي كانه وصف الطبيب واضح انكم بصراحه خطيرين. وراسك ذا اللي صغر الموسم. هذا جالس تحكم مساعديني مساعديني مساعد. خلاص الحين اسم دبور. ايه الوزنية زينة 100%. انا الان متحكم بس يبيني اعرف البصمة حقت وجهي. خلهم بس يجون واتفاهم معهم انا. في وش فيك؟ مساعدين جحدر قاعدين يلحقوني ما ادري ايش يبون مني. بسم الله شوي شوي يا الياس ايش فيك تركض كذا؟ هدي اعصابك ايش فيك؟ كانوا قاعدين يلحقوني هناك ما ادري ايش يبون مني. من يلاحقك؟ مساعدين جحدر. مساعدين جحدر؟ وين جوك وين؟ كانوا هنا عندي بالغابة، أنا كنت قاعدة أتمشى وأقرأ كتابي هم جو عندي. ها؟ لا يكون جايك يعني معاهم جحدر كان؟ لا 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 بس هم جو لوحدهم، بس ما أدري كانوا أتوقع يبون يأذوني، بس أنا الحمد لله هربت. الحمد لله الحمد لله. يعني كانوا ناويين يضربونك كذا أنت حسيت؟ ها؟ لا الحمد لله ما سووا لي شيء. الحمد لله إنه ما سووا لك شيء، دامك وصلت عندنا هنا فأنت في أمان وأمورك طيبة. الأهم شيء يا إلياس لا أحد يروح المكان الحالة، لازم أولاً تبلغ أهلك تبلغنا حنا أنك أنت رايح هذا المكان عشان ما نفقدك. الأمر الثاني إن شاء الله حاول يكون معك أحد عشان لو تعرضت لشيء في أحد معك، عرفت كيف؟ تمام. انتبه يا إلياس انتبه. الحمد لله على السلامة. استريح اقعد 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 وريح أمورك طيبة إن شاء الله. ها الحمد لله الحمد لله. وش ذا؟ اسمع يا فضائي أنت والأطفال، أنا طفشت طفشت منكم، طفشت من أهل الأرض. أبي بلوراتي من اليوم رايح، ما في مسابقات. وش هالكلام؟ إلى متى؟ أها اسمعني اسمعني يا جحدر، أنا أول شيء مشيتها لك موضوع البلورات. الأمر الثاني إنه مساعدينك يتعرضون لأبطالنا هنا أبطال الأرض، أنا ما أسمح أبداً أبداً أبداً. وش تقول؟ شو تقول؟ كلام هذا مو بصحيح. من أين جبت الكلام هذا؟ مساعديني يتعرضون للأطفال؟ اسمعني اسمعني، أولاً بيننا اتفاق عن البلورات ما ناخذها إلا عن طريق المنافسات والتحديات، مو بهالطريقة اللي أنت جاي فيها. أقول أنت من متى تعرف أنه جحدر؟ يبقى على كلمته، أنا الاتفاق هذا ما يلزم لي ولا بيه، واعتبرني من هاللحظة نقضت هالاتفاق. وانت على كيفك وانت على كيفك، تأخذ يمين وتأخذ يسار، خذ راحتك خذ راحتك، حنا تحت أمرك طال عمرك. طبعا حلو هذا أقول اسمعني يا جحدر، خلك على اتفاقك وخلي معاونينك لا يتعرضون لأي واحد موجود على هذا الأرض. آه فضائي عايش الدور تملي علي أوامر، مو بنت يا فضائي اللي كلم جحدر بهالطريقة. إلا 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 حبيبي خلاص خلاص فضائي على أوامر. وينك أنت؟ ذا أول أول يا حبيبي تقعد تتلافق علينا وتتحسبنا حنا كذا يعني كذا يعني حنا أي أي وأي وزي زي، إحنا مو أي أي ولا زي زي طال عمرك. لا 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 حنا ناس أقوياء يا فضائي وعند كلمتنا وتتنافس غصب عليك يا جحدر. أنا تخليني أقول الكلمة ذي أنا قلتها الحين وحاولت. بوري إيش رأيك فيني؟ هذا أنت يا دبور أكيد؟ هذا أنت؟
والله متغير دبور. هلا يرحم امك، لا تتحمس، مو ناقص يصفقوك زي ذاك اليوم صفقوك هنا رضوك رضني انت بلعت العافيه. اسكت اسكت حايم. يصفقون مين يا حبيبي؟ خلاص لا ولا احد يقدر، ولا احد يقدر، خلاص انا موجود، خلاص انا موجود الان من اليوم وقاعد انا فضائي. يعني كيف يعني؟ لا عاد تخافون ابدا لانه دبور موجود يدبرها، لا تشيل هم. انا يعني فاهم، راسي براس جحدر. يا يا دبور يا دبور استهدي بالله، انا عارف انك تنفعل بعض الاحيان وتتحمس. لا لا لا، واخرتها بترجع وتوقف وراي. قديمه يا فضائي حبيبي، الموضوع بسيط. شوف شوف اوريك كيف اقرب. إيه؟ انا كنت اخاف بس شوف جحدر، شوف شوف يا جحدر، اسمع كلام يوصلك وتعداك انت. وكيف اللي يبوني شرك فيك قوي يا قوي كبو كبو انت كبو. روح هناك عشان لا يصير اي تاثير. ايه تعالوا تعالوا عندي، تعالوا عندي، تعالوا هنا تعالوا. اسمع شوف شوف انت كلام يوصلك، لا تقرب كثير، خلاص شوي بس كذا. انا صح يا دبور تحتاج مساعده. لا 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 خليك مكانك وتحرك بعد. سيب الموضوع علي، سيب الموضوع. لا لا متغير متغير اتفاقك نتنافس، تتنافس ولا ما تتنافس؟ قول من بدري الكلام يا تحجي اصلك اوسع جمل الباب الذي سده واستريح. كفو 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 كفو، والله انك كفو دبور. هلا من اين جبت هالجرأة؟ ها؟ منين جبت هالجرة؟ أنت مكتوب كم مرة علمناك وطقيناك؟ مكتوب أنت؟ شلون تتكلم مع جحدر بهالطريقة؟ يقول طقيناك يا أخي، قديمة اللي طقيناك. مين يطقني؟ معاونيك؟ أنا ما عاد أخاف من معاونيك أصلاً، أنا ما عاد أخاف. أقول إن حظ أمك أذكرك بالطيح عليك يا بجاك، هذا أخوه الصغير مصدقك ذاك مرة. أنا ما قلت لك دسون، ركز كلامي قبل شوي، قلت لك دسون ها دحين تشوف دسون دحين. وش تبي تسوي يعني يا جحدر؟ لو أنت ما تبي التنافس أنا ما بعطيك بلورات، وما في بلورات إلا بالتنافس. العسل الذي رده قاقعة والطط. والله إنك كفو دبور، إنك كفو يا دبور، ما أنت بسهل، ما توقعت دبور للمرة الأخيرة. نعم لا تختبر صبري، هذا تحذير للمرة الأخيرة. أنا ترى لو انتقمت منك المرة هذه ما انت بجاي للأرض مرة ثانية، افهم الكلام؟ يعني 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 وش بتسوي مثلا؟ عطني وش بتسوي إذا أنت تنقض الوعد الذي بيننا وبين فضائي؟ ليش تحسبني أخاف؟ ما أخاف أنا خلاص، زمان كنت أخاف، دحين ما عاد. والله صفقة لدبور، استاهل الصفقة صراحة. أنا مخدوم صراحة. كلمة رجال وحدة تمشي على الكلمة ولا ما تمشي على الكلمة؟ أنتوا معاونيك، وحتى سلها بدق عليه، دق عليه وقول له بو دبور يقول لك ارجع. نعم ارجع للتنافس. كيفني؟ كفو روح دبور، ارجع للتنافس عشان التنافس الشريف يكون. الأرض أرضنا وتتنافس معنا مثل ما قال الأستاذ دبور. تحسبنا احنا الياس، بدر، فجر، تولين، فضائي، مرة تحسبنا احنا مدينة السعادة يعني. أي أقوى تحية لدبور. الله ما قصر بس متغير. بس تنافس ما فيه، معاونين دمروه. لا ارجعوا شباب، ارجعوا شباب، ما عليك. وقف 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 على وجهي على وجهي على وجهي، برمج على وجهي على وجهي. ايوه ها شفتني، معاون مين انت؟ معاون طال عمرك. تعال تعال تعال، وقف هاي. تعالوا المعاونين، تعالوا معاونين عندي، تعالوا هنا. اي واحد يمين واحد يساري، بسرعه الآن، تعالوا يا معاونين. دبور وش قاعد يصير؟ تعال انت معاون، وين؟ تعال يميني. وش معاونين؟ قلت لكم دمروه. يقول دمروه. ضحكة كده. ضحكة علوية. حلوين. وقفوا. اسمع يا جحدر. اسمع من الآن وصاعدا، يا أنت رجال تقول بمشي على التنافس بيني وبين فضائي وأهل الأرض. نعم. يا أنت تقول هذا معاونين معي، يا أنت تقول هذا، والله خذ 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 مركبتك وتوكل على الله. توكل على الله. كلام يا تبغى تتنافس وتتوكل على الله بسرعة. قول الجهاز اللي معك هذا منين جبته؟
ضحكة علوية ضحكة علوية. والله يا دبور انك خطير انك خطير. لا تطير علي قاسي بهداوة عليك. كيف ينور والله خليته ينور. اول قرار قرار انا الحين سويته الان ابى اسوي منافسة منافسة وفي مركبتك المنافسة. واذا خلصتوا تعطوني البلورة عشان انا دبور احدد اعطيها الارض ولا اعطيك اياها انت. لا كذا تغير يا دبور. جاء الوقت اللي قاعد تملي علينا بالكلام. ماشي المعاونين امشوا خذوا جحدر للمركبه. يلا هناك المركبه. يلا وخر وخر خذ المركبه خذ المركبه وخر خذ المركبه المركبه. انتم مفروض انكم معي. وش جاكم؟ وخروا يا عظيم. يا ويلكم مني يحسب الموضوع يعني سالهم بيرجع. أي وزي دبور ما هو الاول دبور واحد ثاني دبور القوي دبور الشديد دبور